الراديو 90 90 هواها مصري. طيب اليوم برضو اللي بنسيبه مع بعض يوم 5/12 هو ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة فايزة أحمد رحمة الله عليها يوم سنة 1930. خلينا احنا اتكلمنا لو تفتكروا في ذكرى وفاتها، ولكن خلينا بنقول في عيد ميلادها ان هي سورية الاصل، اتولدت في لبنان لاب سوري، وكانت بدايتها الفنية في اذاعة حلب واذاعة دمشق، وسافرت بعد كده للعراق وقدمت مجموعة كبيرة من الاغاني باللهجة العراقية، وبعدها جت مصر وتقدمت للاذاعة المصرية وتم قبولها فورا. شكلت مع الموسيقار الراحل محمد الموجي دويتو فني رائع، وغنت العديد من الاغاني مع الموسيقار الراحل كمال الطويل والموسيقار الراحل بليغ حمدي، وغنت كمان من الحان موسيقار الاجيال محمد عبد الوهاب اغنيه هان الود، وشاركت كمان الفنانه الراحله فايزه احمد في 6 افلام: تمر حنة من انتاج سنه 1957، وفيلم انا وبناتي اللي صدر سنه 1961، وكان فيه اغنيه شهيره جدا بيت العز يا بيتنا، ده من ضمن الافلام. ورحبت الفنانه الكبيره فايزه احمد بالمشاركة مع كل النجوم في يعني اللي كان بيعرض عليها الأفلام. أما عن تاريخ رحيلها عن عالمنا، كان يوم 21 سبتمبر سنة 1983 بعد صراع طويل مع المرض مع سرطان الثدي، رحمة الله عليها. فنانة فايزة أحمد صوتها مميز جدا ومختلف جدا، خلينا نسمع لها من أغنيتها دنيا جديدة.